سي بيان على هادشي ان شاء الله غدا ما غاديش نبدل واخا واحد لاعب بحال يمين بحال بانون ولا بحال مايك كانوا يستاهلوا يلعبوا مي فو فيغ دي شوا بانون ويمين كيلعبوا الماتش ديال مدغاسكار كانوا في مستوى هاك مزيان مزيان داروا لي حطوا لي كثر من الثقه اللي عندي دي شوا بوتيتر على الافنيغ اللي يقدروا يكونوا في مستوى من بعد هضرتي على الجمهور ديما اللي ديسو اللي نقدر نقول لك يبقى خايف مزيان باش ملي كيبدا يسحب كلشي غادي في مستوى ما كنديرو والو دونك يبقى خايف يمشي مني ما غنديرو والو في كاس العالم باش ان شاء الله ولا كان خير كامل نكون نفرحو ما كانش هاد ديزيليسيون بحال حنا غنديرو كلشي باش تفرحو ان شاء الله ان شاء الله.